بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم لا ندائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، ولي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك المباركة، وتقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم وركوعكم وسجودكم وجميع طاعاتكم إن شاء الله. في هذه الليلة الرمضانية المباركة نلتقي كالمعتاد مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب. بالبداية نمسي عليك سماحة الشيخ، مساك الله بالخير. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. الله يحييك ويتقبل الله أعمالكم. سماحة الشيخ إن شاء الله تبدأ في ورقة البحث، وبعد ورقة البحث إن شاء الله نستقبل الاتصالات والأسئلة على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة، فتفضل سماحة الشيخ. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما رواه شيخنا الصدوق في كتاب الخصال: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعائشة. أثبتنا في الليلتين الماضيتين أن أبا هريرة وأنسا كانا كذابين على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إذ أخذنا لكل واحد من هذين حديثا أخرجته طائفة أهل البدعة في صحاحها، وعرضنا هذين الحديثين على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى القطعي المستفيض من أحاديث نبيه صلى الله عليه وآله، وعلى القطعي من أحكام الدين المعلومة بالضرورة، فوجدنا هذين الحديثين يصادمان كل ذلك، وتلك أمارة على أن الرجلين كذابين، وأن حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه حديث ثابت مطابق للواقع. نأتي في هذه الليلة الثالثة من الليالي التي خصصناها للبحث في هذا الحديث الصادقي، نأتي لبيان حال عائشة المدانة من فوق سبع سماوات، ونعرض في هذه الليلة كذلك أحاديث لا أظن أحدا من المسلمين في قرارة نفسه، في وجدانه وضميره، يخالف
قولنا أن هذه الأحاديث لا شك أنها مكذوبة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإن كان قد رواها أرباب الصحاح كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي ومن أشبه، فإن هذه الأحاديث التي جاءت بها عائشة تخدش في عصمة النبي الأكرم وفي أخلاقه وفي توازنه النفسي والجسدي، وتصوره والعياذ بالله بصورة رجل مهووس جنسيا لا يكاد يفارق أثداء وأفخاذ نسائه حتى حين يتعبد، لا يكاد يفارقهن حتى حين يكن على حال الحيض، فإنه لا يصبر عنهن وبالذات عن عائشة، فيطلب منهن كشف الأفخاذ وما أشبه وهو يقرأ القرآن، ويمص لسان عائشة وهو صائم. مثل هذه الأحاديث حين تفشو عن رجل من الرجال، فإن الصورة التي تنطبع في أذهان الناس عن هذا الرجل أن هذا رجل مهووس جنسيا شهواني، هذا رجل ليس بسوي في حياته وفي نفسيته وفي سلوكياته. هكذا مع شديد الأسف صورت لنا عائشة الكاذبة، صورت لنا نبينا الطاهر الطهر صلوات الله عليه وآله، وهكذا حطت من كرامته ولوثت سمعته. إني في هذه الليلة أعتذر من مقام سيدي ومولاي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله من أن أنقل هذا الكذب والفحش الذي جاءت به عائشة في حقه، ولكن ليعذرني مولاي النبي صلى الله عليه وآله على أن أذكر هذه الأحاديث على الملأ حتى يعرف المسلمون أي مصيبة أوقعتها عائشة على رؤوسنا، أي كارثة سببتها عائشة للدين الإسلامي العظيم باختلاقها هذه الأحاديث التي أرادت من ورائها أن تفخم شأنها وأن تصور نفسها للعقدة المتأصلة فيها، أن تصور نفسها بصورة ملكة جمال وتوهم المسلمين بأنه من جمالها وسحرها وحسنها لم يكن النبي يصبر على فراقها حتى وهي في حال الحيض فيباشرها وهي حائض. أرادت عائشة أن توهمنا بذلك، أن تقول أيها المسلمون اعلموا أني كنت ذات جمال أخاذ، حتى أن نبيكم ما كان يستطيع أن يفارقني حتى حين يتعبد يقرأ القرآن يلوذ بحجري، حتى حين أكون على حال النجاسة، حتى حين أكون في حال الحيض، فإن نبيكم ما كان يصبر عن جمالي وسحري الأخاذ. هكذا أرادت عائشة أن توهم الناس حتى تغطي على النقص والعقدة المتأصلة فيها، حيث كانت امرأة قبيحة سوداء، لا كما يقوله أهل الخلاف من أنها كانت بيضاء شقراء وما إلى هنالك، بل كانت على خلاف ذلك، كانت امرأة قبيحة سوداء آدمة اللون، حتى أنه هنالك بعض الروايات التي تتحدث عن أن الجدري كان يملأ وجهها. وعلى أي حال، أبلغ دليل وأكبر دليل على أن هذه المرأة كانت تشعر بعقدة بسبب قبحها أنها كانت تحسد جميع النساء،
سيما نساء النبي صلى الله عليه وآله، وتلك أحاديثها قد استفاضت عنها حتى في صحاح المخالفين أنها حسدت خديجة وحسدت أم سلمة وحسدت صفية وحسدت ماريا وحسدت كل هؤلاء النساء لجمالهن. فالمرأة التي تحسد كل هذه النساء، كل أولئك النساء، لا تكون إلا شاعرة في نفسها بأنها دونهن في الجمال، وإلا لماذا تحسدهن؟ لولا أنها تستشعر في نفسها أنها قبيحة وأن الأخريات يفقنها في الجمال والحسن والبهاء لما حسدتهن واعترفت بذلك وكانت تقول إني حسدتهن لجمالهن. المشكلة هي عند أهل الخلاف أنهم رفعوا عائشة وصدقوا ما جاء عنها. لا يهمنا الآن أن يصدقوا أن عائشة كانت بيضاء مشربة بحمرة، ويفسرون لفظة الحميراء على هذا النحو خلافا للغة، فإن الحميراء هي المرأة المحياض لا البيضاء المشربة بالحمرة. البيضاء المشربة بالحمرة يقال لها زهراء، وكذلك الأبيض المشرب بالحمرة يقال له أزهر اللون، ولذلك في صفة نبينا صلى الله عليه وآله أنه أزهر اللون. نحن الآن لا يهمنا هذا الأمر، لا يهمنا أن نحدد صفة عائشة، إنما الذي يهمنا حقيقة والذي تتفطر القلوب بسبب هذه الأحاديث التي اختلقتها عائشة وتلقفها أبناؤها منها وجعلوها في كتبهم ومصادر الحديث عندهم، وفتحوا بذلك باب الطعن في نبينا صلى الله عليه وآله من قبل أعدائنا، من قبل أندادنا من اليهود والنصارى والكفرة والملحدين ومن أشبه. هم يسألوننا هذا السؤال، وهو سؤال مشروع، كيف تطلبون منا أن نحترم نبيا هذه صفته؟ نحن عرفنا أنبياء الله صلوات الله عليهم على صفة مغايرة تماما، ما كانوا مهووسين جنسيا هكذا، كانوا أسوياء حتى مع زوجاته. أما نبيكم هذا في صفاته له صفات مقززة والعياذ بالله، هاي شخصية إنسان مريض، وهذا ما تقرون به وتعترفون به أنتم أيها المسلمون. نحن نقول لليهود والنصارى والكفار والملحدين والمستشرقين وكل من يريد الإساءة للنبي العظيم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، أنه ألا تدبرتم، ألا احتملتم أن تكون زوجته هذه التي حدثت عنه بهذه الأحاديث هي زوجة خائنة كاذبة منافقة عدوة لهذا النبي؟ لماذا تصدقون هذه الأحاديث فورا لمجرد أنها جاءت من عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله؟ احتملوا أن تكون أعداء النبي كما كان لأنبياء الله السابقين زوجات معاديات منافقات كذلك، كما أننا نجد اليوم حتى لرجال عظماء أحيانا تكون بعض زوجاتهم من ألد أعدائهم. هذا أمر واقع، هذا أمر ممكن. لماذا لم تلتفتوا مثلا إلى أحاديث أبناء هذا النبي صلى الله عليه وآله، أهل بيته، عترته، التي تنزه هذه الأحاديث، تنزه جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل نقص وشين وعيب واختلال وهوس؟ لماذا لا تنظرون إلى هذه الأحاديث وتركزون فقط على أحاديث عائشة القذرة؟ لا أظنني بحاجة إلى أن أعلق على هذه الأحاديث كما كنت أعلق في الليلتين الماضيتين
على أحاديث أبي هريرة وأنس لكشف كذبهما، فإن هذه الأحاديث التي أنقلها ليس ثمة صاحب وجدان وضمير يقظ إلا ويرفضها بلا نقاش، بلا نقاش. لا نحتاج إلى أن نعلق وأن نزيد الكلام في التعليق على هذه الروايات المكذوبة الموضوعة، لأنك إن عرضتها على قلبك فإنك مباشرة تشمئز منها وتعرف أنه لا يمكن أن تكون هذه الصفات صفاتا لنبيك صلى الله عليه وآله. ولذلك أنا أمر على هذه الأحاديث التي حقيقة هي أيضا تؤلمني، ترى أنا حقيقة أضغط على أعصابي وأنا أتحدث بهذه الأحاديث، ولكن لأنه لا بد من بيانها حتى تسقط عائشة وحتى نحرر أنفسنا من الخضوع لأحاديث عائشة الكاذبة، لابد من أن نعرض الدلائل على أنها كانت تكذب، وهذه هي الدلائل. الحديث الأول رواه البخاري في صحيحه الجزء الثاني الصفحة 256، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده الجزء السادس الصفحة 55، عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هنا ملاحظة، مباشرة المرأة في حال الحيض إن كان مع العلاج فهو حرام، وإن لم يكن فهو مكروه، يعني سائر الاستمتاعات مكروه، والنبي عندنا معصوم من الحرام ومن المكروه ومن ترك الأولى ومن خوارم المروءة، فعلى كل فرض من الفروض لا يصدق المسلم الحقيقي حديثا كهذا، لأنه حتى لو قلنا هو مكروه فالنبي منزه عن المكروه، معصوم عن المكروه، لا يرتكب مكروه. الحديث الثاني رواه أحمد بن حنبل في مسنده الجزء السادس الصفحة 187، ورواه الدارمي في سننه الجزء الأول الصفحة 244، ورواه البيهقي في سننه الجزء الأول الصفحة 312، ورواه الطيالسي في مسنده الصفحة 212، عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله يتوشحني، يعانقني وينال من رأسي وأنا حائض. الحديث الآخر أفظع من الأحاديث السابقة، رواه أبو داود في سننه الجزء الأول الصفحة 67، عن عائشة قالت دخل النبي فمضى إلى مسجده فلم ينصرف حتى غلبتني عيني فقال ادني مني أو ادني مني، تعالي اقتربي جاهي،
فقلت إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. بالله عليكم تخبلون هكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله؟ أين عقولكم؟ أساسا لنفرض أنه على فرض أنه على فرض أنه النبي صلى الله عليه وآله هكذا صنع، ما هو حكم المرأة التي تفشي أسرار الزوجية والممارسات الزوجية أمام الناس؟ أنت تقبلها على أبيك؟ يعني نفرض أنه كان لأبيك أكثر من زوجة، وإحدى زوجات أبيك هكذا تتحدث، بل أمك تتحدث هكذا عن أبيك أنه هكذا صنع معي، كيف تكون مشاعرك؟ ألا تذهب لأمك هذه أو زوجة أبيك وتقول لها استحي؟ أهكذا تفشين ما كان بينك وبين أبي أمام الناس؟ تقولين للناس صراحة أنه كان يأتيك يقول لك اكشفي عن فخذيك حتى يضع خده على فخذك وأنت حائض؟ شنو هذه القذارة؟ شنو هاي قلة الأدب؟ الوقاحة؟ لا يتنطع أن متنطع يقول عائشة كانت تريد أن تبين الأحكام، ولذلك كانت مضطرة أن تقول هذا. بالله عليكم أي اضطرار؟ هذه أحكام معروفة في الإسلام يعرفها الرجال قبل النساء، لا يتوقف الأمر على أن تكشف عائشة عن هذه الخصوصيات التي تخص النبي صلى الله عليه وآله، هذا على فرض صدقها، ونحن نعتقد أنها كاذبة على النبي في هذه الأمور. بس على فرض تنزلنا وقلنا جدلا أنه هذا وقع، هذه ممارسات بين زوجين، لماذا تبينينها؟ دين الله أعز من أن يتوقف على أن تفشي عائشة هذه التفاصيل الحرجة عن حياة نبيه الزوجية، دين الله أعز من ذلك. على فرض هم إحدى النساء تأتي وتسألها أنه هذا جائز مجاز، تكتفي بقول يجوز ولا يجوز كافها، أما أن تصر على أن تبين هذا الأمر بينها وبين النبي، هذه شيطنة. وسيأتي حديث النبي الصريح الذي أخرجوه أيضا في النهي عن ذلك، وتصوير من تقول بهذا بأنها شيطانة، فعائشة شيطانة، سيما إذا لاحظت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشير نحو مسكنها ويقول قرن الشيطان، عائشة قرن الشيطان. بالفعل عائشة أصلا كانت ذات صفة شيطانية للعلم، هنالك للعلم أكثر من شاهد على أن هذه المرأة كانت ذات صفات شيطانية من شياطين الإنس. من بين إحدى تلك الشواهد مثلا أنقلها هكذا على عجل ويعني أعبر عليها بسرعة، لما كانت عائشة في معركة الجمل أخذت شيئا من الحصب به في وجه أمير المؤمنين وجنده وقالت شاهت الوجوه، أمير المؤمنين عليه السلام ماذا أجابها؟ بماذا قال؟ قال وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى. فأنت شيطانة، الشيطان راكبك على هذه التصرفات، فهي امرأة كانت ذات صفات شيطانية. حديث آخر يرويه النسائي في سننه الجزء الأول الصفحة 189 عن جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي
فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. شوف شنو أعبر، لعن الله عائشة. رواية أخرى يرويها البخاري في صحيحه الجزء الثامن الصفحة 215، وابن ماجة في مسنده الجزء الأول الصفحة 208، عن عائشة قالت كان النبي يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. يعني حتى كرامة للقرآن لم تجعلها، كرامة للنبي الذي حين يقرأ القرآن يكون على طهارة بعيدا عن النجاسات. وأنت نجس الآن، أنت على حيض، لا تقول رأسهم كان في حجري وهو يقرأ القرآن. هذا أمر فيه هتك لتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية، لا يصنعه الإنسان المؤمن العادي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ رواية أخرى يرويها البيهقي في سننه الجزء الرابع الصفحة 233، عن عائشة قالت إن كان النبي صلى الله عليه وآله ليظل صائما. هذا شوف عائشة تريد ماذا تصور، أنه حتى النبي هو يقرأ القرآن لازق فيني، ما لازم يعني يتلزق بي، ما يبتعد عني. طيب وحتى هو صائم أيضا هم لازق بي، فأنا يعني فتنت هذا النبي، أنا فاتنة. هذا الذي تريد عائشة أن توهم الرجال به حتى يلتفتوا إليها ويدخلوا عندها عبر رضاع الكبير. وتلك مساحة نتركها للمستقبل إن شاء الله، لأن فيها تفاصيل أكثر حرجا. تقول عائشة إن كان النبي ليظل صائما فيقبل أين شاء من وجهي حتى يفطر، إلى أن يفطر واقع في تقبيل. هذا شلون النبي اللي يعني هكذا صفته حال الصوم؟ هو النبي صلى الله عليه وآله يقول الصوم وجاء، يعني لمن لا يكون يعني قادرا على الزواج وما أشبه. في حال الصوم الإنسان عادة يبتعد عن الشهوة في حال الصوم. هذه لا تريد أن تصور أن النبي ما كان يملك شهوته حتى وهو صائم تجاهها بالذات، فيظل يقبلها إلى أن يفطر على هذه الحال. رواية أخرى أيضا في هذا المعنى رواها أحمد بن حنبل في مسنده الجزء السادس الصفحة 134، وابن خزيمة في صحيحه الجزء الثالث الصفحة 247، وأبو يعلى في مسنده الجزء الثامن الصفحة 26، عن طلحة عن عائشة. شوفها من هنا الوقاحة، أنه عائشة تحدث من؟ طلحة. تحدث بماذا؟ بتفاصيل العلاقة الجنسية أو العلاقة ما بين الزوجين ومداعبات ما بين الزوجين، تحدث به من؟ طلحة، الذي أثبت كل المؤرخين وأصحاب السير والمفسرون أنه كان واضعا عينه على عائشة ابنة عمه، وكان يقول أما والله لو أن محمدا مات لأنكحن عائشة، كان مخلي عينه عليه يريدها. فهذه المرأة بدلا من أن تبعد نفسها عن ابن عمها هذا العاشق الولهان، ماكو حتى تبعد نفسها عن التهمة، تبعد نفسها عن الريبة، لا تروح تحدثه بهذه الأمور التي تسيل لعابه أكثر فأكثر.
شوف ماذا تقول، تحدث طلحة مع أن طلحة رجل أجنبي عليها. قالت عائشة لطلحة: أهوى إلي رسول الله ليقبلني؟ جاء هكذا أهوى إلي، هجم علي هجوم أنه لازم أقبلك. زين، فقلت إني صائمة. يا رسول الله ما يصير أنا في حالة صوم الآن، خلنا نعبد الله عز وجل، خلنا نتلو القرآن. فقلت إني صائمة، قال وأنا صائم، فأهوى إلي فقبلني رغما عني. شو أسوي بعد، ميت علي هذا النبي، مستذبح من أجلي، حتى في حال الصوم ما يتركني. رواية أخرى يرويها أحمد بن حنبل في مسنده الجزء السادس الصفحة 123، وأبو داود في سننه الجزء الأول الصفحة 533، وابن خزيمة في صحيحه الجزء الثالث الصفحة 246، عن مصدع أبي يحيى عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. وبينا بالأمس أنه مص لسان المرأة مع دخول شيء من اللعاب في جوف الإنسان هذا مفطر، فكيف يفعله النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم؟ كيف يفعله؟ حديث آخر أفظع من الأحاديث السابقة. إلى هنا كانت كل أحاديث عائشة تدور حول ماذا؟ مص اللسان، الأفخاذ، الأثداء، الحيض، هذه الأمور. الآن لا تتكلم عن تفصيل أكثر حراجة، يعني حقيقة هذه امرأة أدب سز. تعرفون عشان أدب سز؟ هكذا كانت عائشة. شوف هذا الحديث الآن: الحديث يرويه ابن ماجة في سننه الجزء الأول الصفحة 199، وأحمد بن حنبل في مسنده الجزء السادس الصفحة 265، عن عائشة قالت: إذا التقى الختانان. تعرفون يعني شنو إذا التقى الختانان؟ لا أريد أن أوضح. التقى الختانان يعني وقع الإيلاج بين الموضع والموضع، بعد ما أريد أن أفصل أكثر من هذا. شوف عائشة بهل يعني اللسان الوقح تتحدث، وفي ما عند من؟ عند الرجال. تقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا هذا صار يجب عليكم غسل الجنابة. فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا. ليش أقول امرأة أدب سيز؟ لأنه أولا أنت لست مجبورة لأن تبيني هذا المطلب، أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا أمر معروف. شنو هم البقية كلهم حمير؟ يعني ما يعرفون في مجتمع هؤلاء الصحابة الذين تسمونهم الصحابة وتقولون عنهم فقهاء كانوا علماء؟ يعني حتى هذه المسألة البسيطة أنه إذا جامع الرجل امرأته فقد وجب الغسل، بعد هذه ما يعرفوها يعني حتى أنت تبينينها؟ ثم لماذا تبينينها للرجال؟ أقلا هذه أمور بين النساء. لا، الذين يروون عن عائشة رجال، رجل يقول قالت لي عائشة هكذا. هسه على فرض المسألة كانت جدا ضرورية ويتوقف دين الله على أنه لازم تقولين هكذا، أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل،
وخلص سدي بوزج انطمي اسكتي، ليش لازم تأتين بإضافة تقولين فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا؟ يعني ليش إلا لازم تجيبين اسم النبي صلى الله عليه وآله وتقولين فعل معي كذا وكذا؟ هذه تفاصيل الجنسية الحرجة ليش تذكرينها؟ يعني شنو الداعي؟ فلما أقول امرأة دبسز يعني بالفعل امرأة دبسز، هاتوا لي امرأة أخرى من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. هو شنو بس كان عنده عائشة؟ كثير من زوجات النبي صلى الله عليه وآله كان عنده. جيبوا لي واحدة أخرى هكذا تفحشت في الكلام وتهتكت وقالت أنا فعلت كذا مع النبي، واكشفي عن فخذيك وثديك وما أدري مصلساني وفعلته أنا مع النبي وهذه الأمور، ولا امرأة أخرى هكذا تصنع. شنو بس عائشة كانت لازم تبين أحكام الدين؟ ومن قال أنه هذه أحكام غير معروفة؟ على فرض هم سئلت عنها، إذا سألها أصلا واحد رجل، إذا هي امرأة شريفة عفيفة يسألها رجل من الرجال لازم تبصق في وجه تقول له احترم نفسك، أنا امرأة لا أسأل عن هذه الأمور، روح أسأل غير من الرجال يفهمك مسائل الدين في هذه القضايا، وأنا أروح أتكلم وياك هذا الكلام وأنا زوج نبيك؟ يعني الحرمة علي مضاعفة، أنا مضروب علي الحجاب، أنا مأمورة بأن أقر في بيتي، أن لا أتحدث معك إلا من وراء حجاب، إكراما للنبي صلى الله عليه وآله. عائشة ضربت بكل قداسة للنبي صلى الله عليه وآله، ضربت بها عرض الجدار. والعجيب أنه بعض الناس يقولون مسلمين ويحترمون مثل هذه المرأة. أقل ما يقال فيها أنها قد عرضت كرامة النبي صلى الله عليه وآله وقداسته للمس بمثل هذه الروايات، وهي روايات أصلا مكذوبة موضوعة على النبي صلى الله عليه وآله، وأثبتت ذلك في كتابي كتاب الفاحشة، من أراد فليراجع بحث مفصل في هذه الروايات بمقارنتها بروايات أخرى عن غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله، نجد لا كلا، النبي مثلا ما كان يباشر نساءه وهن حائضات، بل كان يأمرهن بأن يعتزلن، أصلا هي تروح في مكان هو يروح في مكان، لأنه ذاك الزمان ما كان هنالك أكو وسائل لكي المرأة يعني تتحفظ عن النجاسة، نجاسة الحيض، ما كانت مثل وسائل زماننا، فكانت النجاسة تتسرى من المرأة، لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يعزلهن عنه في تلك الفترة. هذا نبي الله الذي لا يعرض نفسه للنجاسات، هذا الطاهر الطهر. عائشة هكذا تتكلم. وكان بعض الرجال حقيقة الوقت يدركني، ولكن لا أستطيع أن أبين الآن هذه الروايات، كان بعض الرجال حقيقة يسمعون هذا الكلام من عائشة يصيبهم العرق، يعرقون حياء من مثل هذا الكلام. هنالك روايات أخرجوها هم أنه الرجال ما كانوا يتحملون حتى الواحد يحدث الآخر أنه عائشة هكذا قالت لي، فالآخر كان يتعجب ويصيبه شيء من الحياء، يحمر وجهه يعرق وجهه أنه بالله حدثتك عائشة بهذا. فالرجال كانوا يستحون، المرأة عادة حياؤها مضاعف، أصلا المرأة بلا حياء شنو قيمتها؟ ليس هنالك قيمة للمرأة بلا حياء، المرأة حياؤها مضاعف عن الرجال. أحيانا الرجل يمكن أن يخرق بعض حدود الحياء لحاجة ما لغرض ما، ولكن المرأة لا تفعل ذلك، المرأة الشريفة العفيفة ذات الحياء ذات الدين لا تجدها تفعل ذلك أبدا، محال. فإذا كان الرجال ما يتحملون هكذا أحاديث يحدثون فيما بينهم رجل لرجل، فكيف بعائشة امرأة أو في وسط الرجال؟ امرأة وسخة قذرة، كانت حتى أحيانا تطلق إيحاءات جنسية، تصدقون أم لا؟ وقت ما عندي حتى أبين روايات كثيرة، هذه فقط نماذج أنه أحيانا تكون موجودة مع بعض الرجال وكذا، وحسب زعمها أنه النبي يتحدث عن الجنة وأنه
الحور العين باكرات، وأنه كل امرأة تنتقل إلى الجنة تصبح باكر، وكل مرة تظل باكر، فهي تطلق آه، تقول واوجعاه، تقصد الشيء الذي أنا أستحي من بيانه. قلة أدب، وقاحة في وسط الرجال. لماذا تتحدثين بهذا والنبي صلى الله عليه وآله نهى عنه؟ هذه محطة الأخيرة في هذه الورقة لهذه الليلة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينهى عن أن تفشي المرأة ما يكون بينها وبين زوجها، ويعتبر ذلك من الشيطنة. لاحظوا مثلا هذا الحديث الذي أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء السادس الصفحة 457 عن أسماء بنت يزيد، أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله والرجال والنساء قعود عنده، فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. يعني النبي يقول لعله بعضكم هكذا يتحدثون، الرجل يتحدث مع رجل آخر عن أنه كيف يداعب زوجته وكيف يكون معها في الفراش، ولعله أيضا نساؤكم هكذا يصنعون. فأرم القوم سكتوا، فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليقولن وإنهم ليفعلون. نعم أكو بعض الناس ما عندهم حياء، بعض النساء هكذا يفعل، بعض الرجال هم هكذا يفعلون، يتحدثون بهذه التفاصيل ويفشون هاي تفاصيل الفراش في أوساط الناس. قال فلا تفعلوا، إياكم أن تفعلوا هذه الأمور، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. شيطنة، هذه هاي من صفات الشياطين. هذه رواية، الرواية الأخرى أخرجها المتقي الهندي في كنز العمال الجزء السادس عشر الصفحة 356، قال صلى الله عليه وآله ألا هل عست امرأة أن تخبر بما يكون من زوجها إذا خلا بها؟ ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله، أي بزوجته؟ فلا تفعلوا ذلك، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون. أيها الإخوة، هذه أحاديث مع قطع النظر عن مخالفتها لأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله، مع قطع النظر عن مخالفتها لما هو المعروف من صفات نبينا صلى الله عليه وآله، هذه الأحاديث بحد ذاتها مجرد الاطلاع عليها كاف في تحقق الاشمئزاز، أنه تشمئز نفسك. وهذا الاشمئزاز، هذه نقطة جدا مهمة، هذا الاشمئزاز جعله النبي صلى الله عليه وآله كما روى أهل الخلاف أنفسهم، جعله دليلا بمثابة الدليل على أن هذه الأحاديث مكذوبة عليه. النبي قال ما مضمونه؟ أنه إذا وجدتم حديثا عني ترتاح له قلوبكم هذا اقبلوه، أما إذا وجدتم حديثا تشمئز منه قلوبكم لا تقبلونه، ترون بالفعل هذا الحديث يهتكني، يسيء إلي، اعلموا أنه مكذوب علي، هذا موضوع علي، مضمون الحديث. هذا أمر ذكرته الروايات التي عند أهل الخلاف
أنفسهم. فعلى سبيل المثال، أحمد بن حنبل أخرج هذا الحديث في مسنده في الجزء الخامس الصفحة 425 عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. الآن هذه الأحاديث التي ذكرتها، أتحدى أي شخص أن يكابر إلا أن يكابر قائلا أنه هذه الأحاديث ما فيها شيء. كل شخص سمع مني الآن هذه الأحاديث لا شك أنه وقع في نفسه شيء من الاشمئزاز، شعر بأن هذه الأحاديث هو ينفر منها لأنه لا يقبلها على نفسه، يعني هو لا يقبل هذه التصرفات التي ذكرت في هذه في هذا الحديث. إحنا ما نقبل على أنفسنا كذا نتعامل مع زوجاتنا، معشر المتدينين ما نقبل هذه التصرفات، فنحن نرى أنفسنا ماذا؟ بعيدا عن هذه الأحاديث، بعيد عن هذه الصفات. النبي وضع هنا علامة، قال: وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. إذا أنت تستشعر تجد هذا عيب على نفسك، اعرف أنه أنا النبي أبعد عن ذلك بالمرة، أبعد ما أكون، أبعد منك. فإذا لا تقبل هذا الحديث، اعرف أنه هذا حديث موضوع، هذا حديث مكذوب. فهذه الأحاديث مع قطع النظر عن أي مناقشة أخرى بدلالة هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره، تكون هذه الأحاديث واضحة البطلان، واضحة الوضع، واضحة الاختلاق، لأن النبي جعل هذه العلامة من جملة العلامات التي ينبغي أن نهتم بها في تمحيص سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأحاديثه. مو أنه على العميان هكذا نروح إحنا نقبل أحاديث عائشة وغير عائشة. لماذا لا نلتفت إلى مثل هذه الأمور؟ نحن بيننا وبين عائشة ثأر لأنها أساءت لنبينا صلى الله عليه وآله، بيننا وبينها حرب مفتوحة إلى أن نسقطها عن الاعتبار. لا نقبل بأن تبقى عائشة هكذا معظمة ومبجلة على حساب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى نحافظ على قدسية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حتى نحافظ على كرامته وعلى نقاء سيرته، لا بد من أن يكتشف الناس أن عائشة كاذبة ويبرؤون إلى الله تعالى منها وأنها لا تستحق شيئا من الاحترام. في يوم بعد غد، يوم الخميس إن شاء الله تعالى، نحتفل وتحتفل الأمة الإسلامية أجمع بإذن الله تعالى بهلاك هذه المرأة الكذابة الوضاعة الخبيثة الشيطانة أم الشرور المدانة من فوق سبع سماوات، عائشة بنت أبي بكر. يوم الخميس كل مسلم ومسلمة مدعوون لأن يجددوا براءتهم من هذه المرأة ويجددوا ولايتهم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ويحتفل الجميع في هذا اليوم الذي من محاسن الاتفاق أنه يوافق كذلك ذكرى أول معركة انتصر فيها الإسلام والمسلمون، معركة بدر الكبرى، حيث انتصر النبي صلى الله عليه وآله على مشركي قريش،
في يوم السابع عشر من شهر رمضان، كذلك في هذا اليوم الذي هو يوم عيد للمسلمين كونه يوافق أول فتوحاتهم وانتصاراتهم، ففي هذا اليوم هلكت عائشة، فهو عيد للمسلمين من الجهتين، وجميع المسلمين مدعوون لأن يحتفلوا بهذا اليوم ويدخلوا بذلك السرور على قلب نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله وعلى قلوب أهل بيته عليهم السلام والمؤمنين جميعا، ويظهروا أمام الله أمام السماء براءتهم من هذه المرأة، ويدعون بقية المسلمين المخدوعين إلى أن يبرأوا منها، وينزه النبي صلى الله عليه وآله عن أكاذيبها. فموعدنا جميعا يوم الخميس إن شاء الله تعالى. تفضلوا. أحسنت، بارك الله فيك سماحة الشيخ، وأسعد الله أيامكم أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. ودعوة موجهة للبكريين للدفاع عن أمهم عائشة. أنا شخصيا لو الكلام موجه إلى أمي وأعترف بعائشة بأنها أمي لكان دست بطن اللي يتكلم عن أمي، ولكن لا أعترف في هذه الحميرة. نعتذر على الإطالة الإخوان اللي ينتظرون على الهاتف، منهم الأخ ثار الدراجي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، نبارك لصاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام ولالة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، سلام الله عليه، وطرق هلاك عائشة أم المجرمين. وأقول لسماحة الشيخ، لا فض أبوك وأراك مؤيدا وأنت تتكلم عن عدوة الله وعدوة رسول الله، هذه المرأة التي تعتبر شر نساء العالمين. لكن سماحة الشيخ، حقيقة عرفت الروايات وكنتم حضر مجموعة من الروايات التي ذكرتها، ولكن هذه الرواية التي ذكرتها بأن النبي كان يمص لسانها وهو صائم، عندما سألت بأحد مشايخ الوهابية أجاب بأن هذه عائشة كانت تقول للرجال وتحدثهم وتقول لهم من كان يعني يجد في نفسه قوة وعدم الضعف أمام النساء فليفعل ذلك، يعني الرواية صحيحة عندهم ولا ينكرونها. السؤال كان لسماحة الشيخ، مسألة أنه بعض يقول مثلا أننا لا نطلق أنه صفة أنها زانية أو كذا بعض يعني الموالين، ولكن نقول هل ما صنعته عائشة هو أشد من الزنا؟ هل أن يعني التي مارسنا هذا العمل الباغيات أن عند الله سبحانه وتعالى يعني عائشة أسوأ من عندهن عند الله، لأنها قتلت خير الخلق؟ يمكن الباغي يمكن أن تتوب، لكن عائشة ليس لها توبة لأنها قتلت معصوم. المسألة الأخيرة سماحة الشيخ، يعني مثلا فرحة الزهراء عليه السلام، يعني هذه المناسبة المظلوم، هل سنجد في يوم من الأيام من هاي يعني المناسبة يحتفل فيها جميع الشيعة كما يحتفل إن شاء الله قريبا جميع الشيعة بذكرى هلاك عائشة؟ وأقول بارك الله بك وأنت تتكلم عن عدوة الله التي تعتبر أكبر متبرجة في تاريخ البشرية، والتي حذر القرآن منها وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير وطيب الله أنفاسكم أخ ثائر. ناخذ اتصال من الأخ محمد الأهدل من الحجاز. السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمد، تسمعني؟ السلام عليكم. تفضل. التلفون أخوان الصوت يقطع عدل؟ نعم والله صوت بعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، ما أسمعك عدل، بس ممكن تعدل الصوت. تفضل. تعدل الصوت الحين؟ أي نعم. أكلم الشيخ على طول. تفضل، ممكن اسجل سؤالك ووجهه لسماحة الشيخ. الله يسلمك. ابشر الشيخ بس واحنا في شهر رمضان وانا المدير اقول له كلمتين. اخوان الصوت ما مو واضح. تم؟ خلاص اوكي، اذا الصوت من عند الاخ ممكن يخليه يتصل مره ثانيه لان الصوت ما قاعد اسمع عدل. نعم.
أخ محمد لهدى لو سمحت، إذا ما عليك أمر تتصل مرة ثانية، لأن الصوت ما قاعد أسمعني، كل ما أسمعه 10 لا. ناخذ أبو حسن من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسن، أبو حسن موجود؟ نعم موجود. السلام عليكم، تفضل. أنا على الهواء؟ أي نعم تفضل. مساء الخير أخ عبد الله، ومساء الخير لسماحة الشيخ. حياك الله، مساء الخير. والله أنا عندي شهادة بدي أدليها على ما سمعكم. تفضل. كان عندي صديق عزيز يعني وتوفى وهو مرتد، والسبب هو حديث عائشة. كان يجي بال عائشة يقول لي يعني مش ممكن أتبع النبي بهذه الأوصاف، وتوفى وما كان عندنا يعني جواب لكل نعرف أن هذه الأحاديث كذبة. أقول من يكون عند أمام الله، من هو السبب، من هو المتسبب يعني في ارتداد صديقي هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يجوز لي السؤال سماحة الشيخ، هل يجوز لي يعني أن أدعو له بالرحمة يعني في صلاتي؟ أحسن. المسألة الثانية عندي تعقيب، يعني لو سمحت تصحيح لو يجوز هذا الكلام، واستسمح سماحة الشيخ في ما يخص المرأة العاهرة التي غسلت أقدام السيد المسيح. نعم. ألو؟ أي نعم اسمك، أكمل تفضل. أظن أنها يعني كانت صورة غير غسل غير في محلها، يعني هذه في الإنجيل يعني كان يوري هذه المرأة بمرأة تابت يعني وما خدشت يعني كرامة السيد المسيح. فهذه المرأة جاء بها القوم على السيد المسيح وطلبوا منه أن يقوم عليها الحد، فقال لهم من منكم من يقوم بالخطيئة فيرجمها هو الأول. ف يعني تبين ان كلهم كانت عندهم خطيئه، وسمح الشيخ للسيد المسيح فارتمت الى رجله وغسلت رجليه بدموعها ومسحتهم بشعرها. وهذه كانت عاده هذاك عند هذاك القوم، يعني لما يغسلوا الارجل يعني يرحبوا بالضيف يعني، وهذه ما يعيب السيد المسيح ولا يخدش فيه. نعم وشكرا. حياك الله أبو حسن. ناخذ اتصال من الأخ علي من البصرة. السلام عليكم. شلونك؟ حياك الله أخوي علي، تفضل. الله يحييك حبيبي، أنا بكم عليه السلام. السلام الله عليه، أحلينا عليك بالصحة والعافية. السلام على حلقة الحلوة والسلام للشيخ الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله. الباحة طبعا نعم أول يوم إن شاء الله نعاود عندنا بعض العلم على موضوع العلم الأسماء، هل هي قدرية على الأنبياء والرسل؟ وكيف يكون الرسول لحظة لو سمحت الأخ علي، إخوان الصوت يقطع من الأخ علي ولا من ال من لأن الصوت يروح يجي أخ علي، ما قاعد أسجل السؤال مالك، ممكن إذا تتصل مرة ثانية؟ لا صوت واضح الحين. إيه واضح بس قاعد يروح يرجع. تفضل، حاول يعني افهم على سؤالك، تفضل عيد سؤالك. حتى واضح عندك؟ اي واضح بس قاعد يروح يرجع. اوكي ما يخالف، قول السؤال مره ثانيه تفضل. بس عدد لا اخ علي الصوت مو يعني ما راح يناسب، ممكن تصل مره ثانيه. رحم الله والدينك، الله يعينكم ان شاء الله. يرجع يتصل مرة ثانية الأخ محمد الأهدل من الحجاز. نعم إن شاء الله هالمرة يكون الصوت واضح. أتوقع أخوان في الكنترول في تشويش فعلا على قناة فدك، لأن كذا واحد يتصل يقول نفس الكلام. السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ. اتفضل اتفضل، أنا أسجل سؤالك. الله يسلمك. أول شيء ألو؟ ما قاعد أسمع أخوان. الصوت هذا يرجع يعني. الصوت إيه قاعد يرجع. لا ثاني مرة تسمعني. ما قاعد، مو واضح الصوت عندي أنا. تسمعني الحين؟ اي تفضل، حاول اسمع صوتك. اي الله يسلمك. اقول اول شيء يعني والله العظيم انا من بيت ال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس به الحسين رضي الله عنه. بس ابى اقول كلمتين للشيخ الله يحفظك. نعم. ابى اقول له اسال الله العظيم رب العظيم في هذه الليله الكريمه المباركه الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا وبنور وجهه العظيم الذي اشرقت له ظلمات السماوات والارض أن يبتريه بسرطان. وليش يا الله يبتلي؟ وقال لك الحين أحاديث عن أمك عائشة، يعني مش مأزر الشيخ يقول لك من هذه الأحاديث حاول تدافع عنها، قوي نفسك فكريا، حاول تقوي نفسك ثقافيا وتحاول ترد هذه الأحاديث. أنا والله لو أمي واحد متكلم عليها، ومو متكلم عليها، هو ذاكر عنها هذا الكلام وهي تنقل، أمي تقول عن النبي صلى الله، لو أمي يعني معتبر عائشة أمي تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله سوت هذا الشيء وهذا الشيء، أقول والله قص لسانه، يعني لازم أدافع عنه. بس يعني إذا أنتم تعتبرونها أمكم، يا أنكم تنكرون عليها هذه تقولون هي كاذبة خاطئة ما أدري شنو، يا إما أنكم تتبرون منها، مو أمكم، إحنا ما نعتبرها أمنا ولا بيزة عندنا. عائشة تقعد تدعي وهذه ما ينفع، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حاولوا لي اتصال ثاني اخوان. ابو حسين السلام عليكم. السلام عليكم ابو حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لحظة اخواني، ممكن خلينا نوجه الأسئلة لسماحة الشيخ على ما تعدوا الاتصالات. بس سماحة الشيخ الأخ ثار الدراجي من العراق كان عنده مداخلة، ويقول أن طبعا عنده مداخلة وكان عنده سؤال في يعني مداخل في صيغة السؤال، أن يقول بعض الشيوخ الشيعة يطلقون يعني صفة، يعني يتكلمون عن صفة الزنا لعائشة، فيقول هل الذي فعلته عائشة مثل قتلها للنبي صلى الله عليه وآله هو أعظم من جريمة الزنا، فيحق لنا أن نتكلم ونهاجم عائشة من هذا الباب؟ يعني المضمون سؤاله أجدى من أن نطلق عليها أو نتكلم في الجانب الثاني وهو الزنا لعائشة. جريمة قتلها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بدس السم إليه أعظم عند الله عز وجل في أضعاف مضاعفة عن ارتكابها الزنا بعده، ولكن هذا لا يقتضي منا أن نخفي تلك الصورة الأخرى، وإلا لوجب علينا مثلا اليوم أن نكتفي بجريمة يزيد في أنه قد قتل الحسين عليه السلام، وهي جريمة لا شك أنها أعظم جرائمه عند الله تبارك وتعالى، فنسكت عن الصور الأخرى القبيحة عن يزيد ككونه كان ينكح المحارم وكان يشرب الخمور وكان يتلاعب بالقرود وما إلى هنالك من موبقات. لكنك لا تجد اليوم خطيبا شيعيا واحدا يتحدث بهذا المنطق، يقول إنه يكفيني أن أكتفي بجريمة يزيد بأنه قد قتل الحسين عليه السلام فهذه أعظم جرائمه وتغنيني عن ذكر جرائمه وآثامه وموبقاته الأخرى.
لماذا لا يتحدث بهذا المنطق؟ لأنه يقول إن تلك التفاصيل وتلك الموبقات والآثام والفضائح والمخازي تبعد الناس أكثر فأكثر عن هذه الشخصية الملعونة، شخصية يزيد بن معاوية. كذلك مثلا لما نتحدث عن جعدة بنت الأشعث لعنة الله عليها، فإن عادة وخصوصا في هذه الأيام حيث ذكرى إمامنا الحسن عليه السلام، كثير من الخطباء يتناولون شأنها مع الإمام الحسن، ومن جملة ما يقولونه أنها خانت الإمام الحسن عليه السلام بالاتفاق مع معاوية على أن تتزوج ابنه يزيد بعدما تقتل الإمام الحسن. معنى ذلك أن هذه امرأة خائنة ولو بهذا القدر، لأنه عندنا في الحكم الإسلامي في الشرع الإسلامي أنه امرأة حين تريد أن تتزوج رجلا آخر وهي ما زالت على ذمة الرجل الأول، ثم تقوم بعمل ما لكي تطلق نفسها من الزوج الأول، فهذا جنس من أجناس الخيانة. يعني هذه تعتبر خيانة زوجية بهذا القدر، فكيف لو أقدمت على قتل الزوج الأول؟ خيانتها هنا مضاعفة. هذا الأمر أيضا يبينه الخطباء بكل وضوح، ولا يقولون علينا أن لا نتحدث عن هذا الجانب، أنها كانت تكاتب سرا معاوية ويزيد في هذا الشأن. كذلك مثلا حين يتحدث بعض المؤرخين الشيعة أو فقهاء الشيعة كالعلامة المجلسي مثلا رضوان الله تعالى عليه في بحاره عن شخصية قطام لعنة الله عليها، تلك المرأة التي سولت لعبد الرحمن بن ملجم لعنه الله قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه في شهر رمضان، تجد العلامة المجلسي مثلا يذكر تفاصيل عن هذه المرأة، ومن جملة ما يذكره أنها كانت امرأة فاجرة، هذا نص كلام المجلسي، وأنه كانت هنالك امرأة يعني تدخل عليها الرجال، يعني امرأة تقوم بدور القوادة، أجلكم الله وأجل السامعين جميعا، هذه المرأة كانت على علاقة مع قطام فتدخل عليها الرجال مقابل أجر، إلى أن هواها عبد الرحمن بن ملجم وجرت القصة المعروفة. هذه الصورة القبيحة عن قطام لم يحجبها العلامة المجلسي، ويقول أنا أكتفي بجريمتها في أنها كانت تحرض رجلا على قتل أمير المؤمنين عليه السلام، فهذا يغنينا عن ذكر مسألة فجورها. لا، المنطق يفرض علينا أننا نذكر هذه الصور ونذكر هذه الحقائق لأنها تبعد الناس عن هذه الشخصيات وتدفعها إلى كراهيتها وإلى بغضها فتتبرأ منها أمام الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يتوافق مع منهج الله تبارك وتعالى في كتابه، فنحن مثلا لا نجد في كتاب الله أنه قد اقتصر على بيان كفر امرأتي نوح ولوط عليهما السلام، مع أن كفرهما لا شك كان أعظم الجرائم، ولكنه يضيف إلى ذلك الخيانة ويشير إلى خيانتهما وخيانة امرأة لوط في أنها كانت تصعد السطح وتدعو الرجال للفاحشة حتى تخزي أضياف لوط عليه السلام. هذا كله الله عز وجل يجعل فيه إشارات في كتابه. أنت لاحظ الآن مثلا في سورة التحريم ضرب الله مثلا الذين كفروا، فإذا كان بإمكانه أن يكتفي بكفر امرأة نوح وامرأة لوط، ولكن أضاف إلى ذلك الخيانة فخانتاهما. هذه كلها إشارات. كذلك نحن نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث أئمتنا صلوات الله عليه أنهم كانوا يبينون هذه التفاصيل، يذكرون مثلا أن عمر كان ابن زنا
ذكر ذلك الإمام الصادق عليه السلام في أحاديثه. طيب لماذا يذكر هذا الأمر؟ يعني أعظم جرائم عمر ما هي؟ أنه قد حرض ابنته على قتل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان منافقا أي كان كافرا بالله العظيم، وأنه قتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. الأئمة لم يقتصروا على بيان هذه الجرائم وقالوا بأنه هذه تغنينا عن ذكر تفصيل أنه كان ابن زنا ولد من السفاح. فهل نحن أكثر فهما أو عقلانية من أئمتنا عليهم السلام؟ لا أظن شيعيا يذكر هذا أو يقول هذا أو يدعي هذا. لذلك ما يعترض به بعض الخطباء أو من أشبه هو حقيقة اعتراض نابع عن الجهل، الجهل بأسلوب القرآن وأسلوب الحديث الشريف، في أنه لم يكن يحجب هذه التفاصيل مهما كانت حرجة ودقيقة. وأساسا لما نذهب بعيدا، أنا لم أبين حقيقة أن عائشة قد زنت من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلا لأن أئمتنا بينوا ذلك. أئمتنا لماذا لم يحجبوا هذه الصورة عنا؟ كان يغنيهم أن يذكروا أن عائشة قد قتلت النبي صلى الله عليه وآله كما ذكروا، ولكنهم أضافوا إلى ذلك ذكر خيانتها بالتفصيل في أكثر من رواية. وأخرجت هذه الروايات في كتاب الفاحشة، كتاب الفاحشة أكثر من 1000 صفحة، ما جاء من فراغ. وكثير مع الأسف من الشيعة يتصورون أنه كتاب الفاحشة فقط روايات المخالفين، غير صحيح. حتى أن بعضهم ادعى أنه إيه هذا مع الأسف الشيخ يعتمد على روايات المخالفين في إثبات زنا عائشة، وهي روايات المخالفين حجة علينا. أنا لم أقل هكذا، أنا جئت بروايات المخالفين كقرينة على صحة روايات أئمتنا عليهم السلام، وحتى ألزم الطرفين بصحة وقوع عائشة في الفاحشة، فاحشة الفراش الزنا بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فما دام أئمتنا ذكروا هذه الحقائق، نحن لسنا أكثر وعيا أو عقلانية من أئمتنا عليهم السلام حتى لا نذكرها. دعوها تخرج، حق الأمة علينا خصوصا في مثل هذا الزمان الذي تتحرر فيه الأمة أن يعرفوا ما في بطون كتبهم والتراث الذي تناقلوه عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا ضد أن تكتم هذه الأحاديث في مثل هذا العصر وتبقى دفينة الكتب. نعم صحيح. أحسنت سمعت الشيخ. كان عنده سؤال ثاني يقول: فرحة الزهراء هذه المناسبة المظلومة، هل نجد يوم من الأيام أن يعظمها المؤمنون ويتعاملون معها كيوم احتفال رسمي كاحتفالنا المبارك في هلاك عدوة الله عائشة؟ يعني الحمد لله، أما ما تعرف على تسميته بفرحة الزهراء عليه السلام هو يوم 9 من ربيع الأول، عيد مقتل الطاغية عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. فالحمد لله هذا أمر فاشن منتشر في أوساط المسلمين، ويحتفل به المسلمون في أقطار الأرض بحمد الله تعالى. أصلا ما هنالك من بقعة فيها شيعة أهل البيت عليهم السلام إلا على الأقل تجد مجلسا واحدا يعقد بهذه المناسبة في يوم 9 من ربيع. لا، نحن تجاوزنا مسألة فرحة الزهراء الآن، نحن الآن في ما يطلق عليه فرحة الحسن عليه السلام أو عيد البراء الأعظم إنجاز التعبير، عيد هلاك عائشة المدانة من فوق 7 سماوات في 17 من شهر رمضان، يعني يوم بعد الغد يوم الخميس. الحمد لله هذا أمر قد فتح منذ السنة الماضية، وإن كان في الواقع يعني كثيرين يتصورون أنه نحن أول من احتفلنا، لا، نحن أول من احتفلنا علنا، وإلا ترى الاحتفال بهلاك عائشة سبقنا فيه آخرون كانوا يحتفلون من بعض المؤمنين في إيران في أصفهان كانوا يحتفلون، ولكن في مجالس خاصة مع الأسف وغير علنية. نحن نرى أنه الآن أصبح يعني أصبحت مسألة البراءة حيوية جدا وضرورية، لذلك ضروري أن تظهر مظاهر البراءة، وهذا موافق لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه يقول: فأظهروا البراءة منهم، لا يقول
اكتموا البراءة منهم، اظهروا يعني جعلوها علنية، يعني شعائر البراءة، مظاهر البراءة الأصل فيها أن تكون علنية، لا أنه تكون غير علنية أو سرية. فنعم نحن لنا السبق بحمد الله تبارك وتعالى أننا قد فتحنا هذا الفتح بأنه أول مجلس علني من مجالس البراءة انعقد بمناسبة هلاك عدوة الله عائشة بنت أبي بكر. فمن بعد ذلك، وكان هذا الذي يراد حقيقة منه، أنه تصل الرسالة التي يتضمنها هذا الاحتفال تصل إلى عموم الناس، عموم المسلمين، والحمد لله قد وصلت، ولأول مرة حتى في الإعلام البكري 16 قناة ما أدري إيش قد نقلت هذه كلمتنا، كلمة الإسلام والمسلمين في عائشة، ونقلت شهادتنا عليها أنها في النار. هذا يعتبر فتحا بحمد الله، من حيث لا يشعرون، لأن المخالفين عادة جهلة، يعني ما يستوعبون الأمور جيدا. فكان هذا غرض. والغرض الثاني المهم من وراء إقامة ذلك الاحتفال المبارك في السنة الماضية أنه يتشجع المؤمنون في أقطار الأرض لإقامته، ومع مرور الأيام تصبح عادة مستحكمة ومتأصلة في الثقافة الإسلامية، وتنتشر بحيث يعني لا يتركها أحد. وبالفعل الأمور كلها تسير في هذا الاتجاه. أبلغوني من الكويت أنه إن شاء الله في يوم الخميس يعقدون مجالس الاحتفال بهلاك عائشة، سنوية عائشة يعني. أبلغوني اليوم من سلطنة عمان أنه أيضا بعض المؤمنين هناك يقومون إن شاء الله تعالى بهذه المجالس، من البصرة، من إيران، من أكثر من بلد، حتى المتشيعين الآن، المتشيعين الإخوة المغاربة والجزائريين والتوانسة والمصريين ومن أشبه، الحمد لله كلهم الآن تشجعوا في إقامة هذه المجالس، إما سرا وإما علانية. يعني مثل المغاربة اللي في بلجيكا عندهم فسحة من الحرية، فيتمكنون من أن يقوموا بهذه المجالس بشكل علني. فالحمد لله خلص، يعني تجاوزنا هذه المرحلة، هذه مجالس الحمد لله بدأت تنتشر، هذه الاحتفالات المباركة تنتشر وتوجه سهاما قوية لأعداء الله وتسقطهم عن الاعتبار، ويوما بعد يوم الحمد لله الناس تتشيع ببركة هذه المجالس التي إمامنا الصادق عليه السلام اعتبر في الحديث الشريف أنه من لا يعقدها فليس له عيشة، من لا يعقد. ونقلت لكم الرواية في إحدى محاضراتنا السابقة، إمامنا الصادق عليه السلام يقول ما مضمونه أنه من لا يعقد مجالس المجالس التي يتبرأ منها، يتبرأ فيها ممن يشاء، فليست له عيشة. نحن نريد أن نعيش. أحسنت، بارك الله فيك. نأخذ اتصال بالأخ رامي جراد من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أخونا عبد الله. حياك الله فضيلة الشيخ المحترم، أدامك الله لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم حفظكم الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. كنا يعني بهذا الاحتفال الذي ستقيمونه بهلاك عدوة الله عائشة، يعني كنا نود أن نكون معكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، لكن إن شاء الله نحتفل به أيضا نحن في إمكانياتنا. فضيلة الشيخ، بالنسبة لل هذه المسألة التي ذكرتموها، يعني بعض الناس يستشكلون أنه لماذا يذكر أن عائشة ارتكبت تلك الفاحشة، مع أنه هذا أمر جد منطقي. الله تبارك وتعالى لما ذكر صفات الكافرين يوم القيامة يذكر في القرآن، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ذكر أمور كثيرة، لم يذكر فقط مسألة تكذيبهم بيوم الدين. فهذا الذي تفضلتم وذكرتموه أيضا عن أئمتنا عليهم سلام الله
الذين ذكروا الأمور الشائنة أيضا عن أعداء الله، وهذا هو المناسب لما يروونه هم أنفسهم. في عندي بجامع الأحاديث للسيوطي، يعني جامع الجوامع، يذكر حديث عن عمر لعنه الله يقول: لا تتخذ منهن، يعني من نساء الروم، فإنهن قوم لا يتعايرون الزنا، وإن الله نزع الحياء من وجوههن كما نزع من وجوه الكلاب. يعني سبحان الله، كأن عمر نظر إلى وجهه في مرآة. يعني حقيقة أنه لما ينزع الحياء من وجه شخص يرتكب هذه المسائل. فهذه عائشة لما تحدث بهذه الأحاديث التي تفضلتم وذكرتموها كلها، هذا حقيقي جدا بأنه تقع من بعد في هذه الفاحشة. هذا أمر جد منطقي. فبارك الله فيكم وأعزكم الله ذخرا لنا، لأن لولاكم أنتم. هنا وجه تحية كذلك للأخ سائر الدراجي، لأن لما أنا كنت في بداية التشيع استفدت من الفيديوهات التي كان ينشرها، لكن لم أفهم حقيقة التشيع إلا على يدكم أنتم. بارك الله فيكم وأدامكم ذخرا للمسلمين. واسمحوا لي أن أسألكم الدعاء، يعني ما كان إلي عين أسألكم الدعاء، لكن تجرأت، وجدت بعض الناس يسألونكم وأنا أحقر من ذلك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال من أبو محمد، أخونا أبو محمد. أنا إن شاء الله أدعو لكم هذه الليلة، وحقيقة إني أعتز بكم اعتزازا كبيرا. بارك الله بكم وأبقاكم ونصركم وأعزكم وزادكم إن شاء الله من فضله ومن هذا العلم ومن هذا النور الذي نتلمسه من كلماتكم الطيبة. وفقكم الله وجعل على يدكم خيرا كثيرا إن شاء الله. أحسنت. الحين ناخذ اتصال من أبو محمد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك الأمة الإسلامية بولادة سيدنا وحبيبنا ومولانا إمامنا الحسن عليه السلام. سلام الله عليه، علينا وعليكم إن شاء الله. وأبي أتكلم معاكم في لغة ثانية هالمرة إذا ممكن، يعني تفضل. أقول لكم مساكم الله بالخير. مساك الله. حنا نبي ناس ما يحفظون التقية ويتكلمون كلام صحيح، ها؟ وحنا نبي الناظر الشيعة. وينكم يا البكريين؟ هذا ياسر الحبيب موجود الآن، ليه ما تدقون وتقابرونه؟ فيكم خوف لأنه ما في تقية، صح ولا لا؟ ويعطيكم العافية ومع السلامة. حياك الله، مشكور أبو محمد. صاير اليوم محمد. ناخذ اتصال من الأخ، ما شاء الله. ناخذ اتصال من الأخ هيدر من إيران. ما شاء الله. يا أخوان أنا الصوت عندي مو واضح، يعني ما أدري شلون. بس السلام عليكم. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله أعمالكم. حياكم الله، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. كيفك أخوي عبد الله؟ تفضل، حياك الله عزيزي. أسلم على شيخنا الكريم، وكان عندي فائدة أسئلة ضيفا أفهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاشا لعنك الله عليها. هل هاي الأحاديث خرجت في زمان النبي ولا بعد زمان النبي؟ بعد وفاته. نعم. وعندي فرق طلب من عندكم. نعم. إن أولا سلم على شيخنا من طرفي وطلب الجبينة إلي ووريد منك إن كل يسألنا الدعاء. استغفر الله. حبيبي. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أدعو لكم إن شاء الله. ناخذ اتصال. اسمه شنو الأخ؟ حيدر من إيران. حيدر؟ إي نعم. وعندنا أخ اسمه أبو حسن من الجزائر، هم يسألكم الدعاء. إن شاء الله أدعو له إن شاء الله. ناخذ أبو أحمد من النرويج. السلام عليكم. السلام
السلام عليكم. اي نعم ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أهني صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. ونهنئكم وحشنا بولادة أبي محمد الحسن المصطفى. سلام الله عليه. وعلى شيخنا الحبيب أسد الشيعة ياسر الحبيب. وأحيي فيه نهجه العلمي وحجته السديدة القوية. وأقول لشيخ سلام العائلة اللي تدعو له بالسلامة والنفع المؤيد من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الدعاء وحسن العاقبة رضوان الله. السؤال للشيخ ياسر الحبيب. هل عائشة لعنة الله عليها تعذب الآن في عالم البرزخ؟ ما قاعد أسمع يا أخوان. الاتصال ما قاعد أسمع. أعيد السؤال أخ عبد الله. ممكن تعيده؟ أي أسأل عن عائشة لعنة الله عليها هل تعذب الآن في عالم البرزخ؟ نعم سمعت الشيخ لكم سجل السؤال ابو احمد. اخوان ممكن حتى لو تطلعون الفاصل بس تعدلون الصوت لان انا ما قاعد اسمع ولا شيء. ما قاعد اسمع. نعم شكرا. حياكم الله. حياكم الله. عندي سماعة ما تشتغل عدل اخوان لو سمحتوا. اذا عندكم فاصل جاهز خلنا نطلع. سماحة الشيخ أنا ما قاعد أسمع. ما قاعد أسمع اتصالات ما قاعد أسمعها. الأخ سماحة الشيخ ممكن بس نحول لك الكاميرا وتجاوب على سؤال الشيخ حيدر من إيران. هل يقول أن الأحاديث كانت بحياة النبي صلى الله عليه وآله أو بعد استشهاده؟ نعم تلك الأحاديث جاءت كلها بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما أطلقت يد عائشة وأطلق لسانها في زمان حكومة أبيها الطاغية الأول وصاحبه الطاغية الثاني عمر وصاحبهما الثالث الطاغية عثمان. ثم لما جاءت حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فرض عليها الإقامة الجبرية في بيتها وأرجعها إلى الحيز كما هو موجود في الروايات، وهذا الذي كانت تكرهه عائشة. عائشة كما حللت أنا وموجود هذا الشيء في كتابنا كتاب الفاحشة، من موجبات كرهها أو دواعي كرهها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حتى أنه هكذا كانت تؤذيه إلى أن نزل فيها القرآن في سورة التحريم، هكذا كانت تكذب عليه إلى أن نتيجة تمردت عليه وقتلته صلى الله عليه وآله وبأبيه وأمي، مع أن النبي كان يحسن إليها. إحدى دواعي كرهها للنبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان يعطيها حريتها التي تريدها هي، تلك الحرية التي تساوي التفحش، مثل ما يقولون تخرج على حل شعرها، ماكو هذا التعبير العربي. امرأة تريد أن تكون حرة، تتخالط مع الرجال، تتحدث معهم، ولذلك في بعض الأحيان حتى في مصادر أهل الخلاف هذا موجود أنها كانت تستدخل الرجال عليها وهي في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان النبي يغضب غضبا شديدا، وكانت تعتذر وتقول هؤلاء إخواني من الرضاعة، رضاعة الكبير يعني أو شيء من القبيلة، للنبي صلى الله عليه وآله يقول انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة إلى آخر الحديث، موجود في مصادر أهل الخلاف. فكانت تشعر بنفسها مقيدة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ليس لها حرية في أن تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء. هذه امرأة متحررة تريد أن تتحرر، فلذلك تمردت على النبي صلى الله عليه وآله وكرهته. لما جاء أبوها صار عندها شيء من الحرية أكثر. لما جاء عمر، عمر كانت حبيبته عائشة فصارت الحرية أكثر فأكثر. جاء عثمان استمرت الحرية إلى الزمان الأخير من أيام عثمان
صار هنالك توتر في العلاقات بين عائشة وبين عثمان، ولكن عثمان ما كان يتمكن بعد أن يضبط عائشة. لما كانت عائشة تنهض وتقول اقتلوا نعثرا فقد كفر وتحرض عليه الناس، خرجت الأمور عن سيطرة عثمان، بعد ما كان يتمكن أنه يضبط عائشة. هددها ذات مرة، هذا موجود في كتب التاريخ، حتى كتب تاريخ الفرقة البكرية، أنه عائشة كان أنه عثمان كان يهدد عائشة أنه لئن لم تنتهي لأدخلن عليك سودان الرجال، ترى يجيب لك رجال من هذول الضخام السود، هؤلاء يأتون يأدبونك أنت. ولكن ما كان يستطيع، لأنه سلطة عثمان في أيامه الأخيرة كانت سلطة متضعضعة، ضعيفة جدا، السلطة جدا ضعفت، مثل سلطة حسني مبارك في أيام الأخيرة، مثل سلطة الشاه في أيام الأخيرة، وهكذا ماكو حكومة، راحت الأمور فلتت منه. إلى أن عائشة استغلت طبعا الوضع وأطلقت لنفسها العنان، وبدأت تحدث كما تشاء وتتكلم كما تشاء، إلى أن وقعت معركة الجمل. عائشة كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح إمبراطورة، يعني لو قدر لها أن تنتصر في معركة الجمل كانت تعلن نفسها خلص أميرة ملكة، وأنا كل شيء تحت طاعتي. وهي بالفعل في الأيام المعدودة التي حكمت فيها البصرة مع ميليشيا، الميليشيا مالتها هي وطلحة والزبير، أيام معدودة إلى أن جاء أمير المؤمنين عليه السلام، هي استباحت البصرة وقلبت الحكم على والي أمير المؤمنين عثمان بن حنيف الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فجربت حكم مدة 7 إلى 10 أيام، كانت هي تأمر ويعني تنهى، حتى طلحة والزبير رجال من السابقين إلى آخره، ما كان لهم قول مع قول عائشة، كل شيء كان يرجع إلى عائشة. ولذلك أنتم ارجعوا في أحاديث أهل الخلاف كذلك، أنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قيل لهم أنه لماذا جئتم مع علي ما صرتم في صف عائشة، قالوا رحنا هذولا، رحنا إلى جانب عائشة وطلحة والزبير فرأينا أنه تملكهم امرأة، وقد سمعنا النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، فعرفنا أنه هذا ما دام كل شيء بيد عائشة وهي تحل وتربط وهي تأمر وتنهى، إذن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله، ولن يكون هنالك فلاح في ذلك. فلذلك التحقنا بعلي وجنده صلوات الله عليه. ففي هذه الفترة التي حكمت فيها عائشة يعني كانت تتطلع إلى حرية مطلقة، يعني حقيقة تصبح إمبراطورة، وبالفعل أرادت أن تكون هكذا. ولذلك أحد أتباعها عمير بن الأهلب الضبي، هذا الرجل قتل في معركة الجمل وكان في مرحلة الاحتضار، في مرحلة النزع، ففي تلك المرحلة في أواخر لحظات حياته سمعه أحد الأفراد من الذين كانوا يتجولون بين القتلى، سمع هذا يقول بيتين من الشعر أنه لقد أوردتنا موت، لقد أوردتنا شنو حومة الموت أمنا، وهل تيم إلا أعبد وإماء، قد كان عن نصر بن ضبة أمه مندوحة وغناء، مضمون البيتين. فهذا الرجل قال لذلك الرجل الذي يحتضر أنه يا عبد الله اذكر الله، شنو الآن تقول الشعر وأنت بين الحياة والموت، قال تعال لقني أنا ما أسمع جيدا، قرب رأسك أو فمك من أذني حتى تلقني الشهادتين جيدا. فهذا قرب نفسه، هذا فجأة نهض عليه والتقم أذنه وقطعها، فقال له لعنك الله ماذا فعلت، قال عمدا أنا سويت بك علامة، قطعت أذنك حتى إذا سألوك أنه من فعل بك هذا فقل مخدوع المرأة التي أرادت أن تصبح أميرة المؤمنين، حتى شنو تقول لهم هذا مخدوع المرأة التي أرادت ماذا، يعني الذي خدعته امرأة أرادت أن تصبح أميرة المؤمنين، عائشة أرادت أن تصبح أميرة المؤمنين في الواقع هكذا أرادت. فماذا حصل؟ كتب الله عز وجل عليها الهزيمة ورجعت خائبة مدحورة.
أمير المؤمنين عليه السلام أرجعها إلى المدينة صاغرة راغمة وضرب عليها الإقامة الجبرية وقال إنها لا تألو شرا، يعني لا تقصر في الشر، فلا بد أن أحاصرها، ما سمح بعد لها بأن تتحرك على كيفها وتتحدث على كيفها إلا بالتسلل، بالتسلل من أمثال هذه الأمور. أما قضايا رضاع الكبير ورجال يدخلون عليها وما أدري يباتون عندها طوال الليل ويجنبون ويحتلمون يتعلمون غسل الجنابة والخرطيات، ماكو هذا في عهد أمير المؤمنين عليه السلام. فاشتعلت حقدا عليه، وضعها في السجن إقامة جبرية بعد بس في بيتها. فاشتعلت حقدا عليه، وهو أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما مضمونه، أنه وما لنا إلى عائشة من ذنب إلا أن أدخلناها في حيزنا، ضبطناها دخلناها في الحيز مع سائر نسائنا، ضبطناها للمرأة، ما تريد واحد يضبطها، هذه ما تريد، هذه امرأة أدب سز تروح تريد بالشوارع تروح تمشي بكيف. فاشتعلت غيظا على علي. فهاي السنوات 4 سنوات حكم أمير المؤمنين عليه السلام كانت مثل السجن بالنسبة لعائشة. ولذا لما بلغها أن عليا قتل سجدت لله شكرا، ثم رفعت رأسها مستبشرة وقالت، هذا موجود في مصادر أهل الخلاف، قالت لتفعل العرب ما شاءت فليس أحد ينهاها، خلص حرية، راح علي بن أبي طالب اللي كان كاتم على نفسنا، راح الآن صار مجال عندي أنه أتحدث كما أشاء أفعل كما أشاء. وبالفعل من ذلك التاريخ عائشة بدأت رجعت إلى عهدها الأول في حكم أبي بكر وعمر وعثمان، وبدأت تتكلم بالأحاديث وتضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها هذه الأحاديث إلى يوم قبرت في 17 من شهر رمضان. هذا هو خلاصة الأمر. أحسنت سماحة الشيخ. سماحة الشيخ قبل لا نأخذ الاتصالات الإخوان اللي موجودين، طبعا تفضلت وسجلت سؤال الأخ أبو أحمد بن نرويج لأن كانت السماعة ما تشتغل، كان هم سؤال عن عائشة أتوقع، كان واضح عندكم السؤال سماحة الشيخ؟ كان السؤال اللي بعده. لا أنا كنت أسمع الأخ جيدا، أنا كنت أسمع الأخ جيدا ولكن ما سجلت فقط اسمه أنه سأل الدعاء في بداية اتصاله، أما شنو السؤال أنا هم الآن ما أتذكر، ما سجلت السؤال. الإخوان بالكنترول يقولون أن السؤال هل عائشة الآن تعذب في البرزخ؟ بس سمعت الشيخ قبل أن نجاوب على سؤال ممكن نأخذ بس سؤالين من الأخوة اتصالين لو سمحت. لا شك ولا ريب. سمعت الشيخ بس نأخذ اتصالين من الأخوان وبعدين نجاوب على هذا السؤال. نعم تفضلوا. أحمد المالكي من السويد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم مولد قصة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية. الله يخليك. والظاهر اليوم فطورك مو زين والسماع ما بتغلي لك اياها زين. مو واضح الصوت. نعم تفضل. تسمعني واضح الساعة طبعا؟ اي نعم اسمعك الحين تفضل. انا سألت سؤالين قبل سؤال قبل يومين. نعم. بس ما اخذت الاجابة على تفترق امتي على 72 و73 فرقة. نعم. يمكن نذكر السؤال. اي نعم. فما أخذت الإجابة الوافية. هذا أولاً. ممكن تعيد السؤال حتى نطرحه للشيخ إذا ما أخذت الإجابة الكافية. نعم كان سؤالي هو إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو بعث لكل الأمة، يعني الشرق والغرب والشمال والجنوب. نعم. فتعتبر المسيح والنصارى من ضمن الأمة التي تفرقت أم فقط المسلمين اللي في المدينة يعني؟ بس أخوي أحمد سماحة الشيخ جاوب على السؤال بشرح تفصيلي وقال إن الخطاب موجه للإسلام فقط، المسلمين الذين يعترفون بأنه النبي المختار صلى الله عليه وآله. نعم هذا أولا. نعم.
ثانيا أنا بزيد على كلام الشيخ الله يحفظه، وهو معركة الجمل، عائشة لما قالت اتوني برأة علي أو الحسن أو الحسين. ثانيا أنا عندي سؤال مهم يعني، وأريد الإجابة عليه بوضوح، وهو السيد مجتبى الشيرازي، هل سماحة الشيخ يعني ما أعرف على علاقة به، هل يعترف بأنه مجتهد؟ يعني ما أعرف هل هو علامة؟ يعني صراحة ما أدري هاي التفاصيل الموجودة على اليوتيوب والأفلام هل هي مفبركة أم حقيقية؟ يعني التلفظات الموجودة بها، يعني حتى ابن الشارع ما يقدر يتصفها، أقدر أقول هيك يعني يا عاطير أبيه، يعني إحنا لسنا أكثر حياء من أمير المؤمنين عليه السلام لما ينطق على خالد بن الوليد اللفظ الذي يعرفه الشيخ وتعرفه أنتم. فأريد أن أعرف هذه الألفاظ اللي ينطق بها السيد مجتبى الشيرازي الحقيقية مفبركة؟ ما أعرف. نعم، ليش بس أخوي أحمد ممكن ليش ما تبحث عن رقم تلفون السيد مجتبى الشيرازي وتكلمه بنفسك؟ ليش يعني سمحت الشيخ يجاوب على هذا السؤال؟ ما أدري، لأن أنا سامع، يعني إحنا بالبرنامج هذا تبي الصراحة دائما يسألوننا عن شخصيات، فلان يسألنا على فلان يسألونا، لذلك أذكر من أول ما بلشنا هذا البرنامج قلت السؤال عن الشخصيات احنا بغنى عنه، مره سالونا عن سيد السيستاني، مره سالونا عن المهاجر الفالي، يعني لو انا افتح مجال حق شخصياته تعال فلان راح يسالوني ما رايك بميكي ماوس مثلا، ما رايك واحد سالني عن جيرانهم، ايش علي انا؟ واحد سالني عن امام مسجدهم، الشخص تروح توجه له السؤال نفسه، مو اسال لك صح؟ لا 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 مو لا مو اكو جزء يتعلق بسماحه الشيخ، سماحه الشيخ يقول يعني يقال عنه، انا اتناقش مع شخص يقال عنه بانه يقول السيد الشيرازي استاذي، انا اسال عن سؤال يتعلق به وليس اسال سؤال عام. واحنا الحين يعني احنا في صدد ان نجاوب على جميع اساتذه سماحه الشيخ ياسر الحبيب، اي واحد يسال عن سؤال احنا نجاوب عليه. مثلا انا اخوي احمد مالكي اسمعني ابي افهمك شغله، هذا برنامجي انا ما احب، يعني مو ما احب، اذا فتحت موضوع الشخصيات ما راح اخلص، كل واحد مرة بنفس البرنامج واحد سألني ما رأيك بالكوراني والمهاجر والفالي، حاولت أني أتجنبه مرة مرتين ثلاثة ما نفع، يقول لا تجاوبوني، الشيخ كان جزاه الله خير قال أنا بجاوب. بنهاية البرنامج، ومن البرنامج مدته ثلاث ساعات وطويل، طبعا الواحد ما راح يطالع ثلاث ساعات، واحد جاوبني آخر ساعتين ونص سألني كان يقولي ما رأيكم بعلي الكوراني وما رأيكم بالمهاجر، نفس السؤال قلت له يا أخ إحنا بالبداية البرنامج سألتنا نفس الأسئلة، هم راح نعيد لك الأجوبة؟ ما يصير. وبعدين إذا فتحناها موضوع شخصيات، ما رأيك بفلان وما رأيك بعلان وما رأيك بهذا، يعني ما راح نخلص، عندنا مخالفين، عندنا ناس نبي نهديهم، وبعد إن شاء الله وصلت فكرتك وصلت، ويا ليت تفهمني، ويعني المفروض تفهمني على الإيضاح اللي وضحت، وأنا أتوقع شرحت لك شرح كافي. إذا تبي تروح تناقشني مرة ثانية قاعد للصبح قاعد أناقش فيك، قاعد أقول لك لا لا انا فهمتك، وما اريد اشوش على البرنامج ابدا، انا مستفاد من البرنامج. اي حبيبي مشكور، واشوفه من اول دقيقه لاخر دقيقه، بس هذا الجزء يتعلق بالشيخ لان يقدح لا سمح الله. حبيبي خلاص اخوي احمد، خلاص انا اعتقد شرحت لك شرح كافي وقاعد تاخذ من وقت اخوانك، ومشكور على اتصالك. شكرا حياك الله. ناخذ اتصال من سليوان كريم من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ مرفوع اخوان. تفضل. الله يخليك. والله اول شيء يعني نسلم على الشيخ وان شاء الله الله يديمه ويحفظه، لانه حقيقة انا هم من الناس اللي خلينا نقول مستبصرين، يعني كنت على مذهب ما يسمى أهل السنة والجماعة يعني على قولتهم. الله يثبتك الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، هاي صار قبل سنين يعني إلى كم سنة الله هدانا واستبصرنا إلى الطريق الحق وولاية الإمام علي، الحمد لله والشكر.
أول شيء يعني مثل إن شاء الله الشيخ يعتبرني كأخ صغير إله ويعني كمن المحبين والموالين لآل البيت، يعني أرجو من الله تعالى إن شاء الله هو يدير باله على نفسه، لأنه هو هسه مثل ما نقول صاير شوكة بعين هذول الأهل الدشاديش القصر إحنا نسميه على قولة العراق، لأنه أنا بالذات أنا يعني كل يوم من السليمانية من الصبصرة زاخاب، يعني هسه مثلا اسمي سيروان يعني قاعد مدينة الهول بريطانيا. ما أريد أطول عليكم لأن الإخوان هم أنا أكيد على الخط هواية. أنا من الناس اللي أول شيء اللي لفت نظري واللي سوى انقلاب فكري عندي، لأنه أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي خلينا نقول عن عائشة عن عائشة عن عائشة. أول ما شفت إنه هي الزوج اللي الكلاب نافحة عليه من طالع على الإمام علي عليه السلام، قلت إنه هذا الأحاديث كله ضرب إكس انتهى، يعني هذا المرأة اللي تطلع والكلاب تنبح عليه معناته والعياذ بالله يعني خلينا نقول مو 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 صالحة يعني، والأنبياء مبتلين بهذا الأنواع. سؤالي لشيخنا إذا يفضل ووضح لنا يعني وراء يعني خلينا نقول قاري يعني شخصيا على حادثة الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم شلون يعني ما هو الأسباب اللي خلى عائشة ظل يعني تبقى مرته وما طلقها، يعني خلينا نقول ما افترق عنها، لأنه يعني لحد هسه أنا نفسي وبين نفسي دا أتعجب النبي صلى الله عليه وسلم شلون بقى هاي المرأة، لأنه أكيد يعني النبي عنده إلهام والكرامة من الله سبحانه وتعالى أنه بيوم من الأيام يعني مثلا هي هاي سبب مشاكل آل بيته وسبب لهم الأذى وإلى آخره. يعني هذا سؤالي، وسؤالي للشيء الآخر اللي هم أنا أتمنى من الشيخ يعني هو أكثر شيء إن شاء الله بعد دعاء إنه هو محفوظ من الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الإذاعات هو أتم. إحنا قبل بس كنا نسمع طرف واحد الملالي، وإذا مرات بالصدفة بالجوامع السنية خلينا نقول ذاك الوقت من كنا نصلي إذا أسمع اسم إمام علي كلمة واحدة اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كنت أسمع بطول حياتي أي خطبة ولو حتى مقول عن إمام علي عليه السلام. فالحمد لله والشكر هسه القنوات والناس تطورت والعالم صارت قرية صغيرة، الحمد لله والشكر، وصوت الحق بيبان. فاللي أتمنى إن شاء الله برعاية الله شيخنا إنه هو يدير باله على نفسه أول شيء، لأنه ما عنده موانع عقوبات شيء تزول فد واحد وأنت يقرون بدماغ أنت راح تدخل الجنة تتعشى ويا النبي صلى الله عليه وسلم، المهم راح يسلك الشيخ كتلة مثل ما سوى مصطفى عقاد ورد كم سنة، وأنا بتحليل شخصي إنه هو بس كتلو على مدة إنه طلع فيلم الرسالة وطلع ابن مرة أبو سفيان هاي الأم اللي لازم إحنا نقتدي بيها على قولة بعض العلماء الأهل السنة. فهو هذا ما طول عليكم إن شاء الله حبيب الشيخ إذا ممكن يوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليش بقى عائشة يعني أحسن إن شاء الله لحد ما أحسنت بارك الله فيك حياك الله. طبعا هذا السؤال جاوبين عنه أكثر من مرة، ويعني تقريبا كل حلقة وكل حلقة وترك يسألوننا لماذا النبي صلى الله عليه وآله لم يطلق عائشة. ناخذ إخوان اتصال من الأخ منتظر عباس من بريطانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. يعني إن شاء الله. حياكم الله. بس لو سمحت سمعنا من الهاتف لو سمحت. اسمي منتظر عباس، دا اتصل من بريطانيا، بس حبيت أوجه خطاب للشيخ العزيز. تفضل. إنه الإمام علي مو قال إني أكره أن تكونوا من السبابين، فليش بنسب عرض النبي يعني صراحة؟ مهما تكون عايشة عرض النبي، يعني إحنا طبعا شيعة موالين، بس ما راح نتجرى انه يعني نسب عرض النبي اي صوره من هاي الصوره. وما صار ويا عائشه بعد هي تعود لربها سبحانه وتعالى هو يحاسبها، زين مو احنا نجي شو اسمه نسوي هيك. يعني انا صراحه اعتبرها فتنه قصيره هاي ان شاء الله، زين. ف
فأنا أحب أنه شو اسمه أتمنى أنه الشيخ يبتعد على هالمواضيع ويدخلنا مواضيع أنه يعني يشرح لنا قرآن، يشرح لنا تفاسير، يجيب لنا آية يشرح لنا إياها. سمحت أخوي منتظر، تتابع قناة فدك؟ ها؟ تتابع قناة فدك؟ يعني أول مرة تشوف قناة فدك؟ لا مو أول مرة أشوف قناة. لأن سمحت الشيخ عنده برنامج، عنده برنامج للقرآن، دروس قرآنية في رمضان، لو أنت تطالع يمكن قبل ساعة أو ساعتين كان ينبث، موجود في استمرار على قناة فدك. المهم مشكورة، راح أوصل سؤالك إلى سماحة الشيخ. سماحة الشيخ تقريبا عندي أنا 9 دقائق، أبي أجمع لك سماحة الشيخ كل الأسئلة، لأن كل الأسئلة تقريبا تتعلق في عائشة، ممكن أذكرهم مرة واحدة وأنتوا عاد 9 دقائق أنتوا يعني كيفكم، أنتوا توزعونهم على راحتكم. طبعا في سؤال اللي ما سجلته اللي كان عندي الصوت ما يشتغل عدل، اللي هو أبو أحمد من النرويج يقول هل عائشة تعذب للآن؟ وسليوان كريم من بريطانيا قال ان اكثر الاحاديث عن عائشه، وسال عن حادثه الافك، ما هي الاسباب التي جعلت النبي لا. اوكي، لا السؤال فقط الاخوه الاخ سليوان لماذا لم يطلقها، السؤال الاعتيادي اللي دائما يتطرقون الاخوان لماذا ابغاها ولماذا لم يطلقها. والسؤال الاخير من اخ منتظر عباس، وهو مو سؤال يعتبر اشكال يعني مستشكل علينا، يقول الامير المؤمنين يقول لماذا اكره لكم ان تكونوا سبابين وعائشه عرض النبي، الكلام اللي دائما تجاوب عليه سماحه الشيخ وسالونا فيه اكثر من 10 مرات، فممكن تلخص هذيل كلهم ب8 دقائق سماحه الشيخ تفضلوا. نعم. يعني أما بالنسبة إلى الأمر الأول، عائشة تعذب الآن في النار ولا محالة، هي يعني معذبة الآن في نار البرزخ، أو لعلها أيضا نقلت إلى جهنم مباشرة وهي معلقة من رجليها تأكل لحم جسدها وتأكل الجيف كما استظهرناه من الروايات الشريفة. بل هنالك رواية شريفة مفادها أن عائشة باب من أبواب جهنم، باب كامل يحمل اسم عائشة، لأن كثيرين مع الأسف من بني البشر سيدخلون جهنم من هذا الباب لانخداعهم بعائشة عليها لعائن الله. وأما بالنسبة للسؤال الآخر من الأخ الكريم المهتدي أو المتشيع حين سأل عن قصة الإفك، في واقع الأمر أيها الأخ الكريم، قصة الإفك هذه التي ترويها عائشة وتزعم فيها أنه قد رميت برجل اسمه صفوان بن المعطل في إحدى غزوات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ونزلت فيها تلك الآيات، هذه قصة مكذوبة. القصة الحقيقية للإفك هي أن التي رميت بالإفك كانت السيدة الجليلة ماريا أم إبراهيم، أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله، هذه السيدة هي التي رميت بالإفك، وكان من جملة من رموها بالإفك عائشة نفسها، ونزلت تلك الآيات في تبرئة ماريا لا في تبرئة عائشة. أما السؤال عن أنه لماذا أبقاها النبي صلى الله عليه وآله، فقد شرحنا هذا مفصلا من واقع الروايات الشريفة، ونعيد هنا على الاختصار والإجمال. وإذا شئت أيها الأخ المكرم أن تلاحظ التفصيل في هذا الشأن، فعليك إما الحصول على كتاب الفاحشة أو ملاحظة أو مراجعة محاضراتنا السابقة، وخصوصا تعليقاتنا شبه اليومية على الضجة المفتعلة من أنصار عائشة في السنة الماضية بعد الاحتفال المبارك بمناسبة هلاكها. فهناك في جملة هذه التعليقات فصلنا وبينا الحكمة مفصلا من استبقاء النبي صلى الله عليه وآله لعائشة وعدم تطليقها. ونقول هنا على الإجمال هذا أنه الحكمة
من أن النبي قد أبقاها ولم يطلقها هي عين الحكمة التي عين الحكمة من وراء إبقاء الله عز وجل إبليس وعدم إهلاكه، مع علم الله عز وجل بأن إبليس سيضل البشر وبسببه سيدخل كثير من الناس في جهنم، وإبليس هذا سيحرف أديان الأنبياء وسيفعل كثيرا من الفساد في الأرض، لكن الله عز وجل لم يمته وإنما جعله من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وأعطاه ميزات، يعني أعطاه حياة أبدية، جعله يتمكن من أن يجري من ابن آدم مجرى الدم، مع علم الله عز وجل بأنه هكذا سيصنع بعباده. كل هذا لأن الله يريد أن يختبر البشر. فكذلك نبينا صلى الله عليه وآله كان مأمورا من السماء بأن يبقي عائشة، لأن الله عز وجل سيبتلي أمته بعائشة كما ابتلاهم وابتلى الأقوام والأمم بإبليس عليه لعائن الله. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام وتلقى ذلك منه عمار بن ياسر عليه الرضوان، ما مضمونه؟ إنها أي عائشة الله ابتلاكم بها ليعلم أيهما تطيعون، إياه أم هي. وهذا الحديث مروي عندنا ومروي في مصادر مخالفين على السواء، فهذه حكمة من بقاء عائش. أما بالنسبة لسؤال الأخ الكريم الأخير أو إشكاله، أنه أمير المؤمنين عليه السلام قال إني كرهت لكم أن تكونوا أو إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، نقول نعم قال أمير المؤمنين عليه السلام ذلك، ولكن أولا هذا حديث ظاهر في الكراهة، فنحن لا نكون قد ارتكبنا معصية، لم نرتكب حراما، على فرض لو أننا أخذنا الحديث بما هو هو فقط، يعني مع قطع النظر عن فقه الحديث، لا يصح أن نتعامل مع الأحاديث بلا فقه. يقول إني أكره، أكره يعني شو؟ يعني مكروه مو حرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا لا نأخذ بحديث أصح من هذا الحديث وعن معصوم هو سيد هذا المعصوم وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو يدعونا إلى السب. هذا حديث صحيح يرويه شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف، وفيه بصراحة يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم كي يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم. فهنا أمير المؤمنين يقول أكره لكم أن تكونوا سبابين، هناك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والرواية هنا أصح، والنبي هو سيد أمير المؤمنين، يقول أكثروا من السب، أكثروا من سبهم، فكيف تجمع بين الروايتين؟ هنا تحتاج أنت إلى أن تتفقه حتى تعرف أنه النبي الأعظم يدعونا لإكثار السب تجاه أولئك الذين هم رموز للباطل أهل الريب والبدع من بعدي، ومن هؤلاء عائشة. أما أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ردا على من؟ على بعض أصحابه الذين كانوا يسبون أهل الشام، أي عوام الناس المنخرعين بمعاوية. لم ينهى أمير المؤمنين عليه السلام أحدا عن أن يسب معاوية، كيف وقد كان هو بنفسه يسب معاوية ويلعن معاوية حتى في صلاته؟ ألاحظت المسألة؟ نحن لا نسب ذلك الذي يكون مخدوعا من عوام الناس، وإنما نسب هذا الذي يكون رمزا من رموز الضلالة تعبدا بكلام النبي صلى الله عليه وآله، على أنه جل ما نقوله نحن إنما هو حقائق وليس سبا. يعني هذا الذي أنا عرضته عن عائشة هذه حقيقة فيها وليس سبا لها. وأما قولك إنها عرض للنبي فكلا وحاشا، كانت عرضا ثم وقعت البينونة، فليست هي عرضا للنبي صلى الله عليه وآله، كما أن زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السلام ليستا عرضا لهذين النبيين العظيمين بعد كفرهما ونفاقهما وخيانتهما، وتفصيل ذلك كله في محاضراتنا السابقة فارجع إليها. أحسنت سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسكم، والوقت أدركنا وما بقى لي إلا أشكرك أول شيء على حضورك معنا وجوابك على الأسئلة. الشكر لله، الشكر لله، بارك الله بكم. حياك الله سماحة الشيخ، وما يسعني
في هذه الدقائق إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأحب أبلغ الإخوان أن غدا إن شاء الله سيتوقف هذا البرنامج إن شاء الله ونواصل بعد غد. وآخر كلامي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.